الأمل كلمة صغيرة ذات وطء كبير، هي كل ما يتبقى لنا عندما تمسح معالم الحياة من حولنا. إنها كلمة من شأنها أن تغير حياة الملايين، كلمة يمكنك أن تساهم في إهدائها لمن هم في أمس الحاجة لها. ولهذا السبب فقد قامت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاشتراك مع يوتيوب ودبي لينكس بمبادرة هدفها نشر هذه الكلمة. نحن نتوجه بنداء إلى ذوي العقول المبدعة للمشاركة في رفع حصار أشقائنا اللاجئين في سوريا المنكوبة. مهمتك هي أن تقوم بإعداد وتصوير فيلم قصير تبلغ مدته من 30 إلى 60 ثانية، يهدف لتشجيع المتبرعين على المساهمة بسخاء. سيكون لديك 7 أيام من تاريخ نشر الملخص الإعلامي لتقديم الفيلم الخاص بك، وستقوم لجنة الحكام بعدها باختيار الفائزين. تذكر بأن لدى أول وآخر 5 ثوان من الفيلم القدرة على إحداث تأثير كبير في نفوس المشاهدين. سيحصل الفائزون بالجائزة الكبرى على رحلة مدفوعة التكاليف إلى إمارة دبي لحضور مهرجان دبي لينكس 2014. وما هو أهم من ذلك، فإن مشاركتك ستساعد على كشف الغطاء عن الواقع المؤلم الذي يعيشه الملايين في سوريا. شاركنا في نشر إشراقة الأمل. قم بتحميل الملخص الإعلامي من www.7daybrief.ae.